انطلاقا من أن الصيام صحة لجسد الصائم، أكدت أخصائية التغذية الدكتورة عائشة المفتاح أن هناك العديد من السلوكيات الغذائية الخاطئة التي قد يقع فيها بعض الصائمين كإقبالهم على شراء السلع الغذائية المليئة بالدهون المشبعة الضارة. الدكتورة عائشة المفتاح شددت في الوقت ذاته على ضرورة اتباع أفضل الممارسات الغذائية التي تقي الصائم من حدوث بعض المشاكل المعوية وحتى الحفاظ على قلبه من بعض أمراض العصر المفاجئة. مرحبا. مرحبا دكتورة، اهلا محمد، شلونك؟ الله يسلمك، شو اخبارك؟ تمام ان شاء الله، كل عام بخير وانت بصحة وسلامة. شو صحتك؟ علينا وعليك ان شاء الله. سمن؟ سمن دكتورة. للحين تستخدمون السمن؟ هذا من العصر الحجري دي، المفروض خلاص يعني. دهون؟ الواحد برمضان بحاجة للدهون. حرام عليك. ليش دكتورة؟ الحين تعرف هذه تعرف شو يسوي في القلب في الشرايين؟ يسدها سد، يصكها هلون. دكتورة يعني أنا دهون مشبعة، تخيل شو تسوي هذه في ال يعني انت اذا خذيتها. طبعا للاسف الشديد لحد الحين نستخدمها على الهريس وعلى العيش. صح صحيح، لانه صائم يعني كالمعتاد. ايه يعني جسمه يبتغي الحلويات ويبتغي، ليش؟ خصوصا بعد صيام يوم طويل. حرام عليك، يعني سموه شهر الصيام مو شهر الطعام. يعني للاسف احنا نصرف فيه، الاسراف فيه اكثر من اي شهر ثاني في السنه. صحيح صح؟ صحيح، وهذه تتوقع صح يعني؟ وهي انا كمشاهده على وضع الخاص. صح ولا غلط؟ مضبوط. غلط صح؟ مضبوط. يعني صراحه يعني هذه تعرف شو يسوي ذي؟ انت بس لو خذيتها سواء في وجبه الافطار او وجبه السحور يسبب لك حموضه، يسبب لك ارتجاع في المريء، يزيد الكوليسترول. تبي ذي كلها كمان ياثر على القلب وياثر على القلب. نعم. اكيد. طب دكتوره يعني انا اجد احيانا بعض ارباب المنازل يتوجهون الى المولات التجاريه للتبضع دون الرجوع الى يعني المواد الغذائيه التي تحتوي على العديد من الدهون، هل راح لازم يكون في هناك ثقافه مجتمعيه حسب طبيعه السلوك الغذائي؟ اكيد. شوفوا، لازم يكون في وعي، هو في وعي الحين نسبيا، يعني الناس ابتدوا الحين بالعكس يوعون ان فعلا هاي المنتجات او خلينا نقول السمن او الياك من المنتجات الحيوانيه تضر اكيد بالقلب، وذي صاروا يستخدمون اكثر شيء الزيوت النباتيه لانها احسن من ناحيه انها هي ما تزيد الكوليسترول، ما تزيد الدهون الثلاثيه، ما تزيد الوزن، لان فيها سعرات حراريه كثيره. نعم. بس يعني للاسف لحد الحين الناس ماخذينها عاده قديمه، لحد الحين يستخدمونها. للاسف يستخدمونها في الايام العاديه بس بكثره، للاسف بكثره بكثره في شهر الصيام. عندك زيوت نباتيه، زيت زيتون، زيت الكانولا، عندك دكتوره زيت المازونة او زيت عباد الشمس. زيني؟ اوكي، بس بعد يعني المفروض احنا ناخذ قصدك زيت الذره. زيت الذره، زيت الذره اي. بعد افضل زيت الكانولا موجود. اوكي، بعد انا افضله اكثر لان زيت الكانولا نفس زيت الزيتون تقريبا. شكرا. اخذ زيت الكانولا لانه زين حق الطباخ، وهم وزيت نفس تركيبه زيت الزيتون. الحلو اللي فيه انه هو ينزل الباد كوليسترول اللي هو الكوليسترول السيء، ويرفع الجود كوليسترول اللي هو الكوليسترول الجيد اللي احنا نسميه الجود جاي والباد جاي. طيب من وجهه نظرك الشخصيه يعني بي 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 باقل الاضرار، كيف يمكن الابتعاد عن المواد الغذائيه التي تحتوي على العديد من الدهون في شهر رمضان المبارك خصوصا الذي نمر فيه الان؟ هو شوف، المفروض سواء في وجبه الفطور او السحور نعتمد على الوجبات قليله الدهون، سواء في طباخنا او في الاشياء اللي ناخذها من السوبر ماركت. يعني المفروض احنا نقلل في الدهون ونطبخ بطريقه صحيه. احنا ما شاء الله احنا قاعدين نسوي اواني للطبخ يعني ما تستهلك فيها انت دهون وايد، ممكن بس ملعقه اكل بس ممكن تستخدم فيها. صحيح. صح صحيح. فالمفروض احنا شويه يكون عندنا وعي اكثر ان احنا حتى في الطباخ البيت نقلل من الدهون، الشحوم نشيلها من اللحم، نشيل الجلد من الدياي، نقلل الدهن في الطباخ. في ألف طريقه وطريقه، ترى الوحده صدقني امهات البيوت مبتكرات، يقدرون يطلعون لك ألف طريقه وطريقه حلوه. نعم. ويساعدوني حتى انا كاخصائيه تغذيه ان انا حتى اشرح حق الناس انه ما يعرفون، لان يونك الطرق جميله جدا. ففي كذا طريقه ممكن الواحد يستقلها، وحتى في كميه الاكل اثناء الفطور، انت ما في داعي تروح تاكل لك وليمه على الفطور. صح؟ نعم.
احنا محتاجين ناكل وجبه غذائيه صحيه. صحيح. ما احنا للصيام صحه. صحيح. صح؟ صوموا تصحوا. صحيح. فالمفروض احنا ناكل باعتدال، نقلل من الكميه، نقلل كميه الدهون عشان اللي يبي يحافظ على وزنه، واللي يبي يقلل وزنه، واللي يبي يحافظ على الكوليسترول، واللي يبي يحافظ على السكر، لان حتى الدهون ترفع من السكر بعد، ترفع من الضغط. فكلها هذه الاشياء ممكن يسوونها وان شاء الله كل شيء تمام. كلمه اخيره لربات البيوت. يعني في الابتعاد عن موضوع الدهون، يختارون اول شيء الزيوت النباتيه الصحيه. اولا ناخذ زيت الكانولا. اوكي. وناخذ زيت الزيتون. من احسن الزيوت هذه اللي ممكن نستخدمها حق الطباخ. نعم. او حق الاضافات في الاكل. شاكرك جدا. سلمك يا رب، يخليك. اخذ لك مره خلاص. يعطيك العافيه دكتور. يعافيك. شكرا.